قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء، من إناء، والإناء معنى الإناء هو كما في المعجم الوسيط هو الوعاء للطعام والشراب من إناء واحد، يعني قد يستخدم للطعام والشراب من قدح، من قدح. فدققت في وصف هذا الإناء أنه من قدح، والقدح أيضا كما في المعجم الوسيط إناء يشرب به الماء أو النبيذ أو نحوهما من قدح، لكن هي حددت ما هو. قالت: يقال له الفرق، يقال له الفرق. الفرق ما مقداره؟ كيف نستطيع أن نعرف مقدار هذا الإناء أو الوعاء؟ وما هو مقداره؟ تفضل. نعم، ما كم رقمها؟ نعم، عندنا رواية في صحيح الإمام مسلم رقم 319 بعد 41، فيها قول سفيان يعني ابن عيينة، سفيان ابن عيينة يقول: والفرق ثلاثة آصع، والفرق ثلاثة آصع. إذا نستطيع من خلال هذه الرواية أن نعرف مقدار الفرق، ومقداره ثلاثة آصع. والصاع مر معنا في كتاب الوضوء خلاف كبير في تحديد مقداره، والجمهور من أهل العلم يقولون أقل من قول الحنفية، فهو ما يقارب 3 لتر عند الحنفية، وعند الجمهور ما يقارب بلترين، ما يقارب بلترين. فهنا الفرق 3 آصع، يعني ما يقارب 6 لتر على مذهب الجمهور. هذا لاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، هو وزوجته، هو وزوجته فقط، المقدار 6 لتر. فإذا هذا يدل على أشياء. طبعا تعالوا بنا نقف على روايات لهذا الحديث. عندنا رواية الأشياء الزائدة رقم 61 و200، قالت عائشة: تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه. ما معنى تختلف أيدينا فيه؟ أي تلتقي. فهو يغتسل هو زوجته صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فمرة هي تأخذ ومرة هو يأخذ، لكن يأتي وقت تلتقي الأيدي. وفي رواية رقم 63 و200 من صحيح البخاري شيء زائد، قالت: من جنابه. إذا من جنابه هذه تعطينا أيضا حكما ونستفيد منها أشياء. عندنا رقم 73 و200، نغرف منه جميعا، نغرف منه جميعا. هذه الرواية تؤكد معنى الرواية السابقة أن الغرف كان من كلاهما، من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن زوجته رضي الله عنها. ومن جنابه تحتمل واحد جنب، الآخر ليس بجنب. رواية رقم 99 و200 فيها
كلانا جنب، كلانا جنب. إذن هاي الروايات لهذا الحديث.